طالما العناصر هي هي كلها، مش متوقع اي حاجه يعني. اقل حاجه يبقى حاجه ناجحه، انها تبقى هيت، دي بتاعت ربنا. انا اتمنى كل الناس تشوفها، عشان هي مرتبطه بحاجه سعيده عند الناس. أيوة. فده هيخليه يرجع للنوستالجيا دي بتاع ان هو اوكي مبسوطين تاني. انت كنت بتحكي دلوقتي في الجزء الاولاني واحنا بنتكلم انه والدتك كانت الو هيطلع دلوقتي. لما بقيت بقى بتطلع دلوقتي عايز اتمثل يا شيخ. دلوقتي عايز تمثل؟ ايوه. عايز تطلع معاك؟ تقول لي ما اطلعش غير مع هاني خليفه، يوسف نصر الله، احمد عبد الله. اه ده هي بتشترط شريف دلوقتي. البنداري. اه مركزه كمان مين؟ اسماء معينه. اه استاذ شريف عرفه. اه. فهي دي كمان باديه من الاخر. ومثلت. مثلت؟ لا. اه امي طلعت معايا في فيلم اسمه فرش وغطا، طلع واحده ست جنبي راكبه الميكروباص. و اه انتوا عيله عندها جراءه. اه وهي اصلا الحته الابداعيه انا واخدها يعني تقريبا كلها منها. اه انتوا عيله عندها قدره انها تجرب، ما عندهاش مشكله انها تجرب، يعني تدخلوا كده في المساله بقلب مفتوح. بالظبط. وفي نمره اتنين مسلسل عملته على شاهد، طلعت بصوتها كانها امي. ايوه. ام الشخصيه اللي ام سيف يعني، في المحادثه اللي في الراديو دي كلها. أيوه. سوري، في السبيكر فون اللي على التليفون العربيه دي والدتي فعلا. وراحت وقابلت هاني خليفه وراحت سجلت. طب وهي رايها ايه في نفسها بقى؟ يعني بقول لك عايزه. يعني كانت مبسوطه بعد ما خلصت الحكايه دي؟ جدا جدا جدا. اه انت كمان يعني انت ساعتها بقى ممكن تديها نصايح بقى، يعني تقول لها اعملي كذا وما تعمليش كذا ولا؟ لا طبعا هي اللي هتيجي. ايوه بس هي جايه في ملعبك. المشهد ده مش حلو، الشوط ده عيده تاني لو معايا بقى في حته. طبعا انا رحت انا وهي. هي لذيذه برضه، بتدوس معايا في اي حاجه لا تيجي نعمل كده يلا. فروحنا مره، انا بحب النحت جدا والفن او الرسم. ففي سنتر كده كنت بروح فيه كان في كورس نحت، وهتطلع قالب يعني هتصب وهتعمل يعني في كيمياء في الموضوع وفي نحت طين. فاخدتها وتيجي معايا كورس يلا. راحت الكورس طبعا في اول قعدتين، هو الكورس كله ستات تمام مبدئيا، فطبعا في اول قعده تاني قعده كان كله بقى يلا بقى يا منمن يلا صليتي العصر يلا نصلي مع بعض طب نتقابل الساعه كام. فهي عملت يعني عملت العلاقات بتاعتها كل حاجه. غير كده بقى انا قاعد بنحت مركز في التمثال بتاعي. ما تيجي تظبط لي الودن بس كده لو سمحت، او المناخير عندي اروح اظبطها. العين اللي عندك بقى مش مظبطه محتاج تشتغل. يعني انت بتظبطها الصبه بتاعتها او التمثال بتاعها وهي بس متصورين بالاوفرول بقى وقاعدين. هبعت لك الصور مصورين بالاوفرول. هو واضح انه طريقه مختلفه، يعني العيله نفسها دايما عندها رغبه انها تجرب وتاخد خطوه حتى لو في دنيا غريبه بعيد عنها خالص. والدتي عندها اوضه ده في البيت عندها تحت ورشه بتعمل حلي مره، تعمل اصاري زرع وتركب فيها اسامبل كده معين، تصلح مش عارف فازة قديمة، تأمين ولا طاهر كسروا حاجة ينزلوا صلحوها عندها بمسدس الشمع. فهي دايما أنزل، ممكن أنزل أقعد معاها نلعب كده ننحت حاجة صغيرة بتاع. فهي مسلية جدا في الحاجات دي.